رسالة من أحد المستمعين يقول أخته له كانت صائمة ففاجأتها الدورة قبل الغروب، فما حكم صيامها حينئذ جزاكم الله خيرا؟ إذا كان نزل عليها الدم قبل غروب الشمس فلا بد من قضاء هذا اليوم لأنه لم يتم. الله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذه لم يتم صيامها بفساده قبل تمام اليوم، فيجب عليها قضاؤه من مع الأيام التي ستقضيها من أيام الدورة. أما إذا كان لم ينزل عليها الدم إلا بعد غروب الشمس فإن يومها يكون تاما والحمد لله. نعم.